حياكم الله أحبتي المشاهدين. في كل عام تتجدد أيام زيارة الأربعينية، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، اللي تعتبر هي أساس القيم والمبادئ السامية. الزيارة الأربعينية هي ليس تقديم الخدمات للزائرين فقط، بل هي مجموعة من الدروس والقيم والموعظة اللي تقدم للمجتمع. إذن بحقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لارت أن نناقش هذا الموضوع اللي هو بالارتقاء للمجتمع من جميع الجوانب، بالإضافة أنه كيف نستثمر الزيارة الأربعينية في التعايش السلمي والمجتمعي، ما هي استعدادات اللي جهزتها الحكومة لتأمين الزيارة الأربعينية، ما هي الاستعدادات بما يخص المواكب والزوار لإداء هذه الزيارة بأكمل وجه. تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها سويا، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير الراجعي. مشاهدين، عام بعد عام وأربعينية بعد أربعينية تؤكد الوقائع أن الإمام الحسين عليه السلام هو الطريق الأوفى الذي يستكمل به بنو البشر إنسانيتهم. الإمام الحسين عليه السلام هو السبيل الأوثق الذي يلتقي به الناس على مائدة العدل والكرامة، المحبة، السلام، الرفعة. الإمام الحسين عليه السلام هو الوسيلة الأبهى اللي تتوحد عبرها جميع جهود المسلمين وليتعاونوا أكيد على البر والتقوى. هذه الزيارة الأربعينية تعطينا مسؤولية أنه على الجميع أنه يوصل قيم كربلاء بأبهى وبأجمل صورة وبأهم لغات الشعوب إلى أقصى بقاع العالم. الزيارة الأربعينية هي تعتبر لوحة فنية نشاهد بها أنه جميع الحشود تأتي إلى كربلاء المقدسة من جميع بلدان العالم. نشاهد هناك أن كربلاء المقدسة يجتمع بها الملايين، يعني إحنا حسب إحصائية العام السابق يعني عام 2022 تقريبا كربلاء احتضنت ما يقارب 20 مليون زائر من مختلف الجنسيات ومن مختلف البلدان. هنا تقع علينا المسؤولية أنه تأمين هذه الزيارة، وتقع علينا المسؤولية أنه ندرس زيارة الأربعينية شنو هي تفاصيلها، ماذا تضيف للشخص نفسه للإنسانية. فإحنا نشوف أنه الكل تتوجه إلى كربلاء المقدسة وتقدم خدمات، لكن هل تقديم الخدمة فقط؟ هل أنه إحنا نقدم للزائر المأكل والملبس وغيرها، أم أنه إحنا نستثمرها بصالحنا بحياتنا اليومية، نأخذ منها الدروس موعظة؟ نشوف أنه هذه الزيارة أنه العالم أجمع يتفق على مبدأ واحد أنه إلها خصوصية خاصة، أنه نشاهد أنه هذا التجمع يعتبر أكبر تجمع في العالم، أنه هذه إلها مكانة. نشوف أنه الكل تترك عيالها، أطفالها، نشوف أنه يتركون تجارتهم، يتركون مشاغلهم، حياتهم، من أجل أنه تقديم الخدمة، من أجل أيضا الذهاب إلى كربلاء المقدسة، كربلاء الحسين عليه السلام. فنشوف أنه هذه الحالة أنه مو فقط أنه الشخص نفسه، نلاحظ هذا الطريق بأطفال، نساء، رجال، كبار بالسن، يعني شباب، الكل يذهب إلى إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بالإضافة أنه نشاهد من جميع دول العالم أيضا ومن جميع الأماكن يتجهون إلى كربلاء المقدسة. هنا نحن نريد نسأل سؤال، كيفية
استثمار هذه الزيارة من أجل تفعيل التعايش السلمي والمجتمعي، وإحنا محتاجين فعلاً إنه نأخذ الدروس والعبر من هذه الزيارة، لأن تحتاج هذه الوضعية إنه وقفة للدراسة والتأمل بالزيارة الأربعينية حتى نقدر إنه إحنا نستفاد منها بحياتنا اليومية. نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. في ما يخص زيارة الأربعين وقول الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه وما ورد عنه وعدها من علامات المؤمن عندما قال علامات المؤمن خمس، وهي التختم باليمين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإقامة صلوات 51، يعني إقامة صلوات 51 وهي الفرائض الخمسة 17، ويلحقها صلاة الليل والنوافل اليومية لكافة الفرائض الخمس، وتعفير الجبين وزيارة الأربعين. وكثير من الأئمة سلام الله عليهم أكدوا على زيارة الأربعين، منهم الإمام الصادق سلام الله عليه: من خرج من بيته قاصدا زيارة الحسين في يوم الأربعين فله بكل خطوة، ويقول وهو ماشيا، فله بكل خطوة حسنة، وترفع له درجة، وتمحى عنه سيئة. وأيضا الإمام الصادق عندما يدخل عليه الحنان ابن سدير عندما قال له أتزور الحسين، قال له لا، قال الحسين يمك وما تزوره. فهذه الزيارة تعبير عن الولاء والحب، حتى عدها بعض فقهاء هنا أنه قد وجبت على من يكن الحب والولاء والتبعية لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ولكن السؤال كيف نستثمرها في تفعيل التعايش السلمي والتسامح بأمور عدة. أولها أنما قلما نجد خصام أو تنازع أو شجار، وأنا ما أقول أنه 100%، ولكن هذه الملايين اللي تقوم بهذه العملية وبهذه الشعيرة الولائية لآل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هي تعبير حي بكيف تقديم أن يكون التسامح، وهو بتقديم الخدمات، و الثاني إطعام الطعام، الثالث إبداء المساعدة لكبار السن والنساء والأطفال، وهذا ما يحدث في هذه الزيارة رغم أن هذا في هذه الأيام وهو الحر الشديد، وتهيئة كل ما يمكن للإنسان أن يستثمره في هذه الزيارة حتى يمكن أن يقدم هو خير مثال أو تعبير حي لهذه الشعيرة لحول تفعيل التعايش السلمي والتسامح بين الناس، وأنه يكون لما القرآن الكريم يقول خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا تتجلى أسمى آيات التواضع عندما يكون كبار وأغنياء وأصحاب مهن، سواء يكونون من خارج العراق أو من داخل العراق. على سبيل المثال الأطباء الذين تطوعوا لأن يقدموا الخدمة لهؤلاء الزائرين، أو الذين يقومون باستضافة الزوار في دورهم وتقديم ما يمكن تقديمه لهم، وأيضا القيام بخدمتهم في إبداء أن يكون تنظيف ملابس الزائر والكلام الحسن بدون أن يسأل هل هذا
هو لأنه هذه الزيارة لم تكن مقتصرة على أتباع أهل البيت، وإن كان هم الغلبة وهم الأغلب الأعم الأغلب، لكن قد يشاركهم سواء من الإخوة المسيحيين وغير المسيحيين لما لهذا الجو ولما هذا لما هذه الفترة التي تقدم بها كل الخدمات، وهي حقيقة معرض فخر وموضع فخر لأتباع أهل البيت ولشيعة أهل البيت عندما نقع في خانة ما يقوله الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يقول شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وأيضا عندما يقدم هؤلاء بكل ما يملكون من طعام وأموال وخدمة، هذا لا يكون ذلك إلا عن إيمان أولا وعن شجاعة ثانيا، لأنه الكريم لا يكون إلا شجاعا. وما هي الآن المعرض الرؤيا والقنوات الكبرى التي تنقل هذا الحدث وتنظر إليه من القنوات الشيعية وغير الشيعية لكل أنحاء العالم، ما هي إلا تعبير حي للولاء التام للنبي صلى الله عليه وآله ولفاطمة الزهراء ولأمير المؤمنين ولأبي عبد الله ولكل الأئمة سلام الله عليهم بهذه الزيارة المباركة التي عبر عنها ويحضرها أيضا باعتقاداتنا أنها يحضرها صاحب العصر والزمان، لأنه لما ينقل عن سيد حيدر الحلي صاحب القصيدة المعروفة أنه كان هم يسمى بأنه شاعر الحوليات، وكان في موكب مهيب وتأخر لقضاء حاجة وبعد لم يتلو هذه قصيدته، فإذا به بشاب كل من يصادف صاحب العصر والزمان، شاب نوراني الوجه على خده الأيمن خال، قال له سيد حيدر بن جد قف لي. يقول بعد أن وقفت له قال سيد أريد القصيدة العيدية. يقول أنا عندي قصائد عينيات كثيرة، منها التي تقول مثلا التي ينسب إلى سيد حيدر أو غيره بأن خانوا بعترة أحمد من بعده ظلما وما حفظوا به ما استودعوا أو غيرها. فإلى أن يقول هاي أنا، يقول لي أنا عندي غيرها. يقول إلى أن قلت هاي القصيدة أنا بعدها ما قايلها وما طالع بيها، لأنه هو يلقيها بالأربعين في ضريح الإمام الحسين سلام الله. يقول قلت خل هي عتاب لصاحب العصر والزمان، قلت له الله يا حامل الشريعة. قال لي سيد هي. يقول أنا ما قلت له ما قاريها ما حد سامعها، أخذ نزه بقراءتها. الله يا حامل الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، بك تستغيث وقلبها لك عن جوا يشكو صدوعة، مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، وسبية باتت بأفعى الهم مهجتها لسيعة. يقول إلى أن وصلت إلى هذا البيت ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة. يقول وإذا بالرجل يرفع يدي قال سيد لقد قطعت نياط قلبي، الأمر ليس بيدي بيد الله. وغام عن نظري. يقول حتى أن سيد حيدر رمى بنفسه من على ظهر دابته إلى الأرض. قال صاحب العصر والزمان يمشي على قدميه وأنا راكب على دابتي. ثم إلى أن كمل قصيدته تنعى الأصول فروعه وأصوله تنعى فروعه، وبدأ يقول إلى أن أنهى قصيدته بهذا المنوال في أيضا زيارة الأربعين. فالزيارة لابد على
من خلال قناتكم المباركة ومن خلال الناس الأخيار والخطباء والذين لهم صلة بأئمة أهل البيت وبهذا المذهب، أن يبدوا ما هي علامات المؤمن وكيف يتسامح وكيف يتعامل مع الناس الآخرين من زوار وغيرهم لإنجاح هذه الشعيرة الحية سواء. ونشكر أيضا القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي وكل من لهم صلة بإتمام هذه الشعيرة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. عام بعد عام وأربعينية بعد أربعينية تؤكد الوقائع أن الإمام الحسين عليه السلام هو الطريق الأوفى ليستكمل به بنو البشر إنسانيتهم. الإمام الحسين عليه السلام هو السبيل الأوثق اللي يرتقي به الناس على مائدة العدل، الكرامة، السلام، المحبة والرفع. الإمام الحسين عليه السلام هو الوسيلة الأبهى اللي تتوحد عبرها جهود المسلمين وجهود المجتمع من أجل أن يتعاونوا على البر والتقوى. الزيارة الأربعينية هي مسؤولية تقع علينا أولاً في إيصال قيم كربلاء بأهم لغات الشعوب إلى أقصى بقاع الأرض. نلاحظ أنه في كل عام كربلاء المقدسة تحتضن الملايين والملايين من محبي أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويأتون إلى كربلاء من جميع دول العالم، ويتجهون إلى كربلاء المقدسة من أجل إحياء هذه الزيارة. نلاحظ أنه هذه الزيارة لها رونقها ولها يعني صورتها الفنية اللي ترسمها إلى كل دول العالم. نلاحظ بها الطفل، المرأة، الرجل الكبير بالسن، الشاب، المريض اللي يجد بطريقة إلى كربلاء وبسيرة إلى كربلاء المقدسة هو طريق لشفاء. نلاحظ كل شخص عنده فد أمنية وعنده فد مشكلة أو إلى ما إلى آخره أنه يجد بهذا الطريق هو لحل مشكلته. فعلينا أنه إحنا نستثمر هذه الزيارة لصالح المجتمع. نجد أنه الكل يتجه إلى كربلاء المقدسة تحديدا من أهل بغداد ومن محافظات العزيزة والعراقية، أنه يتجهون إلى كربلاء سيرا على الأقدام، متحملين الحار أو سواء كان مثلا بالبرد أنه أو بالشتاء أنه برد وغيرها، لكن إحنا الآن في فصل الصيف متحملين الحار وغيرها، تاركين تجارتهم، تاركين مشاغلهم، أعمالهم، يتركون عيالهم، أهلهم من أجل إحياء هذه الزيارة، من أجل تقديم الخدمة لزوار أبي عبد الله الحسين. فهذه الحالة أنه نستثمرها بصورة صحيحة علينا، بالإضافة أنه هذا التجمع هو يعتبر أكبر تجمع بالعالم، فيحتاج دراسة، يحتاج تأمل، يحتاج أنه شلون إحنا نقدر نستنهم العبر من هذه الزيارة الأربعينية. فالسؤال هنا كيفية استثمار الزيارة الأربعينية لتفعيل التعايش السلمي والمجتمعي؟ شوف الجواب إحنا لكم راجعين. بواقع وزارة الاتصالات وبتوجيه مباشر من قبل معالي الوزيرة الدكتورة هيام الياسري، أخذت على عاتقها سلسلة من الإجراءات الخاصة بالزيارة الأربعينية وللزوار الأجانب. على وجه التحديد قدمت من خلالها سعات مجانية إلى شركة زين، وبالتالي انعكست هذه الخدمة على الزوار الكرام من خلال توفير شرائح مجانية فيها انترنت مجاني وفيها رصيد للاتصال الداخلي، وأيضا عدد من الدقائق المجانية تكون خارج للاتصالات خارج البلاد وممكن للزائر الأجنبي أن يستخدمها. أيضا من ضمن سلسلة الإجراءات تم توفير خدمة الانترنت المجاني ولأول مرة ما بين الحرمين الشريفين في كربلاء المقدسة، وأيضا الانترنت المجاني في المنافذ الحدودية منفذ الشيب وأيضا منفذ بدرة وعدد من المنافذ الأخرى التي يأتي من خلالها الزوار. وبالتالي اليوم الخدمات الاتصالات انطلقت، ومعالي الوزيرة متابعة لهذه الإجراءات. وأيضا من الجدير بالذكر
توفير الانترنت سيكون ما بين الحرمين حتى بعد اوقات الزياره، وهذا ما معمول به ايضا في الكاظميه المقدسه، حيث تم تجهيز محيط الامامين الجوادين بهذه الخدمه، وايضا في الايام القادمه ستكون في النجف الاشرف في محيط مرقد الامام علي عليه السلام. اذا احببت مشاهدينا، الزياره الاربعينيه هي تركت بصمات جليه في تاريخ الاسلام، لم تكن هامشية بل هي خالدة مع خلود واقعة كربلاء. لاحظ أن الزيارة الأربعينية مثل ما ذكرنا في كل عام تزداد أكثر وأكثر الزوار يتجهون إلى كربلاء المقدسة، تقع مسؤولية وعبء أكبر على الشعب العراقي وعلى السلطات المحلية من أجل توفير الخدمات وتأمين الواقع الخدمي للزوار، تحديدا فيما يخص يعني احتياجات الزائرين من يعني طريق، تأمين الطرق وغيرها من التفاصيل. أكيد نلاحظ هناك بالإضافة على السلطات المحلية أنه مهام إلها، أكيد هناك فرق تطوعية أيضا تبادر من أجل تأمين الطرق، من أجل توفير الراحة للزائر الكريم، لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهي مشكورة، هاي تدل على مدى الألفة والمحبة والتعاون اللي يتمتع به أهل العراق، بالإضافة لأنه أيضا هناك عمل تطوعي من مختلف دول العالم أيضا يأتون إلى كربلاء من أجل تقديم الخدمة أيضا لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من الأمور اللي تعمل عليها الحكومة الآن وتحديداً بما يخص الاتصالات، احنا نلاحظ في كل عام هناك مشاكل بالاتصال بالإنترنت، لاحظ أنه مثلاً من تريد تتصل على أهلك أقاربك اللي متجهين إلى كربلاء تشوف صعوبة بالاتصال أو ماكو شبكة أو إنترنت ماكو، تفاصيل كثيرة، فما بالكم باللي قادمين من دول الخارج اللي يريدون يطمنون على اهلهم وناسهم اللي جايين الى كربلاء المقدسه. فكانت هناك صعوبات كثيره ومشاكل كثيره يواجهها الزائر الكريم، لكن الان عملت الجهات المختصه وتحديدا بما يخص الاتصالات على تامين الاتصالات وتامين بنيه تحتيه امنه للانترنت، بالاضافه الى انه توفير ايضا حسب ما طرح وتم التنويه عنه من قبل وزارة الاتصالات أنه تأمين شريحة انترنت، شريحة اتصال الانترنت ومكالمات دولية مجانية اللي تكون فعالة خلال أسبوع، خلال أسبوع الزيارة الأربعينية. أكيد هذه مبادرة جدا مهمة، وهي أهم نقطة نوفرها حتى يقدر الآخرين يطمنون على أهلهم وناسهم، وهذه من الأمور اللي يجب أن يتم تأمينها بأكمل وجه، بسبب حتى نوصل الرسائل والصور والأشياء اللي نقدر إنه إحنا نعكسها للعالم الخارجي ولل يعني خارج بغداد وخارج العراق اللي عايش أيضا، اللي أيضا أكو هناك كثيرين من العراقيين عايشين بدول الخارج وما يستطيعون المجيء إلى كربلاء المقدسة، فأكيد من خلال هذه الصور والإنترنت والمكالمات الفيديو والتواصل هذا الاجتماعي راح نقدر نحقق ونوصل رسالتهم، وأكيد هذه مسؤولية تقع على حكومتنا الكريمة، وتفاصيل كثيرة أكيد بما يخص هذا الموضوع، لكن إحنا نريد نتعرف إحنا وياكم من أصحاب الاختصاص ما هي الإجراءات التي ستتخذ فيما بعد، وهل فعلا ستوفر الإنترنت بصورة جيدة، وبما يخص شريحة الاتصال، مكالمات الدولية مجانية، هل سيكون ظن الانترنت مجاني، فتفاصيل كثيرة نتعرف عليها احنا وياكم في هذه الإجابة. أكيد يكون لوزارة النقل الجهد الواضح والجهد الرئيس بنقل زوار الإمام الحسين عليه السلام في جميع الزيارات المليونية، يكون جهد وزارة النقل هنا إلى جانب جميع الجهود الخيرة، سواء كانت مؤسسات دولة، أصحاب مواكب، القوات الأمنية البطلة، الدوائر الخدمية، إخواننا في الحشد الشعبي، إخواننا في المنافذ الحدودية، بالتأكيد كل هذه الجهود تتعاون وتتكامل، وبإشراف الدولة، إشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، إشراف مباشر من معالي وزير النقل لتصويب الجهود بشكل صحيح وتوظيفها بشكل صحيح، لتكون هناك خدمة تليق بزوار الإمام الحسين عليه السلام. يبدأ جهد وزارة النقل من المنافذ الحدودية حينما تكون هناك عجزات للشركة العامة لإدارة النقل الخاص متواجد في جميع المنافذ الحدودية الأربعة لتقوم بنقل الزوار من القادمين من خارج العراق باتجاه مدينة كربلاء المقدسة والمدن المقدسة في العراق. أيضا يكون جهد للشركة العامة لنقل المسافرين
والوفود جهد واضح بنقل الزوار الكرام من منفذي ديالى ومنفذ واسط باتجاه المناطق المقدسة في العراق. بالتأكيد يكون جهد الوزارة واضح وبارز في كربلاء المقدسة من خلال النقل من وإلى كربلاء المقدسة. كما تعلمون هناك 4 محاور في كربلاء المقدسة، محور كربلاء المقدسة بغداد، ويكون جهد الشركة العامة لنقل المسافرين الوفود متمثل ب700 عجلة، منها 275 عجلة ذو طابقين تكون متواجدة في هذا المحور لنقل الزوار من أقرب منطقة من حي العباس باتجاه منطقة الإمام عون وباتجاه قطاع الحسينية. أيضا يكون في هذا المحور هناك جهد واضح وبارز للشركة العامة لسكك حديد العراق من خلال اشتراكها في هذه الزيارة ب20 قطار، سوف تكون رحلاتها من البصرة إلى كربلاء وبالعكس، ومن بغداد إلى كربلاء وبالعكس، وبالتأكيد من محطة سوق الشيوخ والدوانية والناصرية إلى كربلاء والعكس أيضا. وسوف نركز هذه الزيارة إن شاء الله تعالى على أكثر رحلات، وتكون رحلات أكثر في هذه الزيارة لنقل الزوار من خلال قطاراتنا اللي متواجدة وموجودة وتم صيانتها وتم تأهيلها وتأهيل جميع المحطات اللي تشترك بخطة الزيارة. أيضا هناك جهد واضح لوزارة النقل في جميع المحاور 4 من خلال الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، وهي الناقل الرئيسي في الزيارة، وجميع الجهود الموجودة هي جهود ساندة. إذا ما علمنا أن جهد الشركة العامة لإدارة النقل الخاص هو الجهد الأول والجهد الأبرز بنقل الزوار الكرام، إلى جانب الجهود الساندة الجهود الخيرة من جميع دوائر ومؤسسات الدولة، إلى جميع مؤسساتنا الأمنية بمختلف صنوفها. بالتأكيد أيضا هناك جهد واضح للشركة العامة للنقل البحري والخطوط الجوي العراقية من خلال توفير عجلات أكثر من 150 عجلة تقوم بنقل الزوار بشكل مجاني في محور كربلاء المقدسة ناحية قضاء الحسينية. وهذا المحور هو محور أكيد رئيس، وتقوم جهد الوزارة أيضا إلى جانب النقل الخاص بنقل زوار الإمام الحسين عليه السلام بهذا المحور إلى أقرب منطقة من كربلاء وهو قريبة من فندق البارون. أكيد يكون جهد واضح للوزارة من خلال تقديم الخدمات اللوجستية من خلال توفير مادة الثلج. هناك جهد لتشكيلات الوزارة والتوفير إن شاء الله تعالى منذ يوم 13 صفر سوف نقوم بتوفير وتهيئة 5000 قالب ثلج يوميا، إضافة إلى موظفي الوزارة موظفي جميع الشركات أو التشكيلات التابعة للوزارة في جميع المحاور يقومون بدورهم في التنظيم وفي التهيئة وفي المتابعة لجميع عجلات الوزارة. بالتأكيد هناك مهمة ليس بسهلة، وهي الحفاظ على الأسعار بشكل يتلائم مع حجم المناسبة مع إنسانية المناسبة. بالتأكيد هناك الزوار لا يمكن استغلال الزوار بأي شكل من الأشكال، لذلك عملنا إلى تنظيم الكثير من اللجان اللي تقوم بالمتابعة، متابعة الأسعار، متابعة التنظيم، متابعة التنسيق مع قواتنا الأمنية البطلة على الأرض. بالتأكيد هناك تنسيق عالي وتنسيق واضح مع القوات الأمنية من خلال زياراتنا المتبادلة، زيارة الميدانية مجتمعين مع قواتنا الأمنية حتى نوصل لمرحلة من الانسيابية الواضحة والانسيابية الجيدة. كلما حافظنا على انسيابية العجلات باتجاه كربلاء المقدسة نحافظ على المدينة تكون فيها عجلات لتقوم بنقل الزوار الكرام. بالتأكيد هذه المهام وهذه العناوين التي ذكرناها تتشرف بخدمة زوار أبي عبد الله الحسين، وهي خدمة تمثل شرف ما بعده شرف. بالتأكيد خدمة إنسانية نقدم من خلالها توفير وتهيئة النقل بشكل صحيح لزوارنا الكرام. وإن شاء الله تعالى سوف نبقى في جولات ميدانية في تواجدنا الدائم في جميع المحاور جميع مناطق الأركاب. بالتأكيد الوزارة لها أمر وزاري بتشكيل لجنة لمتابعة جهد الوزارة، أغلب المدراء العامين أخواننا موجودين في هذا الجهد، بالتأكيد السيد الوكيل الفني أيضا موجود، وكل هذا الجهد هو بإشراف معالي الوزير وبمتابعة
ميدانية ومتابعة يومية، بل أقول أكثر من يومية، خلال الساعات دائما تكون متابعتنا مع الوزير مع أخواننا في جميع التشكيلات. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقنا لتقديم هذه الخدمة بأحسن حال، بأحسن ما تكون، ونصل بالنهاية إلى إن شاء الله تعالى خطة ناجحة وخطة نقدم من خلالها الخدمة لإخواننا، لناسنا، لشعبنا، لجميع زوار الإمام الحسين عليه السلام، سواء كانوا زوار من العراق أو زوار أجانب. شكرا جزيلا. زيارة الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام هي تتميز بنقطة جدا مهمة، أن المتوجه إلى كربلاء المقدسة دائما ما يفضل أنه هو يذهب إلى كربلاء سيرا على الأقدام. الزيارة الأربعينية هي ليست وليدة لحظة، هي موجودة وبدأت منذ قرون، لكن عام بعد عام تتجدد، عام بعد عام يزداد أعداد الزائرين بصورة كبيرة. يعني احنا نلاحظ انه هذه الاعداد وهذه اللوحه اللي ترسم دائما ما تكون عام بعد عام اكثر من اللي عام اللي مضى. فالعام اللي مضى طبعا حسب احصائيات انه كربلاء المقدسه احتضنت ما يقارب 20 مليون زائر من مختلف دول العالم، لكن متوقع انه هذا العام ستكون الاعداد اكبر من العام المضى، بسبب انه الحكومة منحت تأشيرات مجانية للدخول الى العراق ولتأدية الزيارة الأربعينية، وتحديدا من خلال المنافذ الحدودية وغيرها. فهنا تقع مسؤولية كبيرة علينا وعلى الجهات الحكومية من ناحية تأمين الخدمات وتأمين الواقع الخدمي للزائر الكريم، وايضا توفير وسائل النقل، يعني النقل الجوي، البري، النقل السككي. هذه نقطة جدا مهمة، يعني الأعداد تزداد أكثر وبالتالي تحتاج إلى وسائل نقل أكثر، تحتاج إلى أنه إحنا نفعل موضوعة أنه تكون وسائل النقل أيضا حديثة. نعرف أنه إحنا بفصل الصيف، وفصل الصيف بالعراق يتميز بارتفاع درجات الحرارة بصورة لا توصف، فبالتالي هناك ازدحامات وممكن تحدث حالات اختناق، ممكن تحدث حالات يعني ازدحام، ويعني تفاصيل كثيرة. فتحتاج انه احنا نأمن ايضا السيارة، بعض الاشخاص ما يتحملون انه الوقوف بصورة يعني او اكثر بالشمس، لكن يحتاجون الى ايضا تكون هذه الوسائل النقل هي مكيفة وتكون بأبهى صورة. احنا نعرف انه هذه الحالات هي موجودة، وحسب ما يذكر انه الجهات الحكومية تعمل عليها بصورة جدية، وايضا تقع على المسؤولة توفير الامان للاشخاص ولزوار ابي عبد الله الحسين عليه السلام من جميع الجوانب، بالاضافة الى انه تقع مسؤولية اكبر انه في كيفية توفير المفارز الطبية. احنا نلاحظ انه هناك عمل تطوعي من قبل كثيرين وكثيرين يتجهون الى كربلاء من اجل تقديم الخدمة وتقديم الامور الطبية وغيرها. احنا نعرف انه بهذه الظاهرة او بهذه الايام نلاحظ انه يكون هناك استنفار كامل لجميع القطاعات الحكومية بما يخص الصحة، بما يخص بيئة، حتى الحفاظ على البيئة وغيرها، بما يخص الأمنية والخدمية وتفاصيل كثيرة، حتى من أجل أن يكون إيد واحدة من أجل تقديم الخدمات بصورة جيدة للزائر، وبالتالي من أجل أنه نعكس صورة إيجابية للعالم أجمع. احنا من نجي انه احنا نوصل رسالة، نوصلها رسالة صحيحة، رسالة سامية، رسالة انه هي بيها دروس فعلا، وفعلا انه احنا نمثل دروس هي مأخوذة من حكم واقوال ومن واقعة اللي حدثت في كربلاء المقدسة.
إذا أحبت المشاهدين في هذه المسيرة العظيمة تقدم العوائل وأصحاب المواكب والأصحاب اللي يذهبون إلى كربلاء ومن ناحية العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني وتفاصيل كثيرة وعديدة يقدمون الخدمات إلى الزائر الكريم، طبعا من مأكل، من مشرب، من مسكن، من أمور طبية، من احتياجات والحفاظ على البيئة، يعني تفاصيل كثيرة وعديدة من أجل أن ينعم الزائر الكريم بالحياة أن تكون هي كريمة، وأيضا هي ما يحس بنقص بما يخص احتياجاته وغيرها من الأمور. فالزيارة الأربعينية هي فعلا هي رسالة سامية مثل ما ذكرنا قبل قليل، وإحنا نشاهد أنه الكل يعني يعمل بحب وبسلام وبأمان بالزيارة الأربعينية. نلاحظ أنه الكل يستنفر كل جهوده وطاقته المعنوية والمادية من أجل أنه يأمن الزيارة ومن أجل أنه يظهر الزيارة بأبهى صورة. نلاحظ أنه حتى الطرق اللي هي مؤدية إلى كربلاء المقدسة وحتى الزائر الكريم مروراً بالمحافظات العزيزة هو وصولاً إلى كربلاء، هذه المحافظات على طول الطريق نلاحظ أنه هناك مواكب بالآلاف، وهناك مواكب هي تقدم الخدمات، وأيضاً يعني بما يخص الطعام أنه يكون 3 وجبات إلى 4 وجبات مما يخص الماء واحتياجاتهم، وتفاصيل كثيرة وعديدة هي لا تعد ولا تحصى. ايضا من الامور الاخرى اللي نناقشها بحلقتنا اليوم انه احنا من تجي تسال صاحب الموكب او صاحب المنزل اللي يفتح منزله للزوار ويقدم له كل الخدمات، من تجي تساله انه شلون تامن هذه المصاريف، شلون تقدر انه انت تصرف على هذا الموكب وتقدم الخدمات بهذه الكثافه، يقول لك والله هذا طبعا احنا مقدمين قربتنا الله تعالى، هذا من فضل الامام الحسين عليه السلام، شنو اللي نقدمه هو قليل بحقه لانه هو قدم للانسانيه وللعالم الاسلامي اجمع الكثير والكثير، فهذا اللي نقدمه هو قليل، هو احنا محتاجين، هذا هو امان لنا في الدنيا وذخر لنا في الاخره. فهذه الروحية وهذه الذهنية اللي يتمتع بها زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام هي فعلا ذهنية صافية، ذهنية واعية، ذهنية مثقفة، ذهنية تعرف معنى جهاد ومعنى الأمور اللي مر بها الإمام الحسين عليه السلام من أجل أنه ننعم بحياة كريمة ومن أجل نشر السلام والأمان. طبعا الأمور الأخرى أيضا اللي نناقشها بحلقتنا لليوم أنه لاحظ استنفار جميع الجهود، ومثل ما ذكرنا يجب أن تتعاون الكوادر الخدمية وغيرها ويكونون إيد واحدة مع الشعب من أجل أنه الحفاظ على هذه الزيارة. توصيات يجب أن نتمتع بها ويجب أن يتمتع بها الزائر الكريم بما يخص الأكل، يعني ضروري أنه إحنا ما نأخذ الأكل أكثر من طاقتنا، ضروري أنه نحافظ على نظافة المكان لأن هناك يعني أماكن مخصصة لرمي النفايات، نأخذ القدر اللي نحتاجه إحنا واللي يشبعنا حتى ما نقدر أنه إحنا نبذر الطعام وغيرها من الأمور، يعني هذه أيضا حالات يجب أن ننوه عنها، بالإضافة أنه يجب أن تكون هناك أماكن مخصصة للاستراحات، أماكن مخصصة وهي موجودة فعلا، لكن يجب أن ننعم بها أكثر بسبب أنه بعض الأيام المقبلة هي راح تكون ازدحام أكثر، بالتالي حتى نحافظ عليهم ونحافظ على موضوع الاختناق وغيرها من الأمور. فهذه الأمور اللي تصرف حتى هناك عمل تطوعي، هناك مفارس طبية هي من حسابها الخاص أيضا، مو فقط هي تابعة للصحة، أيضا يقدمون الخدمات، وهذا يقول لك لا هاي خدمة الإمام الحسين وهذا شيء قليل بحق الإمام الحسين. فهناك أكيد توصيات يجب أن نذكرها بالإضافة اللي ذكرتها، فنريد نعرف ما هي التوصيات اللي ممكن يلتزم بها صاحب الموكب وأيضا يلتزم بها الزائر الكريم من أجل أنه نظهر هذه الزيارة بأبهى صورة. نشوف إحنا وياكم الجواب وراجعين. إذا مشاهدينا الأكارم، قبل ما نختم حلقتنا اليوم يجب أن نركز ببعض النقاط المهمة. أولا أن الزيارة الأربعينية هي نموذج حي للتعاون والتي تكسر بها جميع الحواجز بين الطبقات الاجتماعية ولا تفرق بينهم الخلافات السياسية ولا القومية ولا أي سبب. الهدف الأساس هو ري الأرواح بالحب والتسامح والتعاون فيما بينهم.
ثانيا يجب تأمين الزيارة الأربعينية بأكمل وجه وتوفير وسائل النقل واحتياجات أجزاء الكريم، لأن تعتبر هذه الزيارة حسب الإحصائيات الأخيرة أنه هي الأضخم ستكون مقارنة بالأعوام السابقة. وثالثا وأخيرا على الزوار وأيضا أصحاب المواكب أن يلتزموا بالتوجيهات التي تطلقها المرجعية الدينية وأيضا الجهات الأمنية والجهات الحكومية من أجل أن نعكس صورة إيجابية وصورة جميلة للعالم الخارجي ودليل على التعاون والمحبة فيما بين الشعب العراقي وأيضا التعاون ما بين الشعوب الأخرى. إذا أحبتي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.